السلام عليكم. إليكم أعزائي الكرام أفضل تطبيق لفتح رموز مرور شاشة القفل الخاصة بالآيفون لجميع أجهزة أبل سواء آيفون آيباد أو آيبود، ويعمل أيضا على الماك أو إس والويندوز. هذا البرنامج الرائع يمكنكم تحميله من هنا كما تشاهدون، سوف تجدون الرابط في الديسكريبشن وأيضا في أول تعليق. تيونز كيت آيفون أنلوكر هو تطبيق مساعد متميز لنظام الآي أو إس، يمكنه مساعدة مستخدمي الويندوز وأيضا الماك أو إس على إزالة رموز مرور الشاشة من جميع أجهزة آيفون آيباد آيبود والآي تاتش أيضا والحديثة والقديمة. أيضا يمكن التطبيق التعامل مع جميع أنواع شاشة القفل التي تمنع الدخول إلى جهاز الآي أو إس، ويمكنه القيام بذلك بسرعة مذهلة وموثوقية وبساطة. افتح رمز مرور آيفون آيباد آيبود تاتش في ثواني وأعد تعيين معرف أبل. إذا نسيت كلمة مرور معرف أبل، تجاوز رمز مرور سكرين تايم على أجهزة الآي أو إس بشكل فعال، ويمكنك أيضا تجاوز الام دي ام وإزالة ملف تعريف الام دي ام دون فقدان البيانات. ويمكنك أيضا فهذا يدعم أحدث إصدارات الآيباد أو إس 17 والآي أو إس 17 والآيفون للآيفون 12 13 14 وما إلى ذلك. هل نسيت رمز المرور الخاص بالآيفون؟ هل يفشل التعرف على بصمات الأصابع أو الفيس آي دي في العمل؟ لا تصاب بالذعر. فإليكم أعزائي الكرام وأصدقائي، إليكم تيونز كيت آيفون أنلوكر، موجود هنا لمساعدتك في التخلص من قفل الشاشة من سيناريوهات مختلفة باعتباره تطبيقا قويا لإلغاء قفل الآيفون. يمكنه فتح رمز مرور الآيفون بسرعة مع شاشة معطلة أو شاشة مكسورة أو شاشة لا تستجيب أو شاشة مكالمات الطوارئ وما إلى ذلك، وبالتالي يمكنك استعادة الوصول الكامل إلى جهاز الآيفون وآيباد والآيباد تاتش أيضا. فتح رمز مرور الآيفون بجميع الأنواع من ضمن ميزات هذا التطبيق الرائع، وبغض النظر عن أنواع رموز المرور التي تستخدمها مثل رمز المرور المكون من 4 أو 6 أرقام أو الرمز الرقمي أو الأبجدي الرقمي المخصص أو التاتش آي دي أو الفيس آي دي أو رمز مرور السكرين تايم، يمكنك أو يمكن لبرنامج تيونز كيت آيفون باسكود أنلوكر مسحها وإزالتها بسهولة بنقرة واحدة فقط. هل نسيت أو فقدت كلمة مرور معرف أبل الخاص بك؟ معرف أبل مقفل لأسباب أمنية، ولحسن حظ يعمل برنامج تيونز كيت آيفون باسورد أنلوكر أيضا كمزيل ذكي لمعرف أبل. لا حاجة إلى مهارات تقنية، يمكنك استخدامه لإزالة معرف أبل تماما من الآيفون آيباد والآيباد تاتش بدون كلمة المرور. إذا نسيت أيضا كلمة مرور معرف أبل، أو يمكنك إعادة تعيين كلمة مرور معرف أبل وفتح معرف أبل بدون كلمة مرور وحذف معرف أبل بدون كلمة المرور وتغيير كلمة مرور معرف أبل وإنشاء كلمة مرور معرف أبل أيضا وإعادة ضبط المصنع لجهاز الآيفون بدون معرف أبل من معرف أبل أو كما تكلمنا على معرف أبل. يمكنك الاستعانة بهذا التطبيق للغناء على معاني أبل على معرف أبل بدون كلمة مرور. قم بإزالة الام دي ام أيضا دون فقدان البيانات، ويعني تستخدم الشركة أو المدرسة عادة قفل الام دي ام إدارة الأجهزة المحمولة للإشراف على الآيفون أو الآيباد، فلا مشكلة مع تيونز كيت آيفون باسورد أو لوكر. ويمكنك يعني الكل يعرف الام دي ام، فللأسف هناك بعض الإدارات أو المدارس تقوم بإدارة الأجهزة المحمولة وإدارتها عن بعد. إذا كنت تريد التخلص من جميع القيود فما عليك سوى تجربة تيونز كيت آيفون أنلوكر لتجاوز الام دي ام وإزالة ملفات تعريف الام دي ام دون فقدان البيانات. فأصدقائي، إذا كانت لديكم كل من هذه المشاكل التي ذكرت، مشاكل الآيفون، قفل الشاشة أو إزالة جميع رموز مرور الشاشة لآيفون آيباد آيبود تاتش إلى آخره، والبرنامج يعمل مع الماك أو إس ومع الويندوز، كل ما عليك هو ربط الهاتف مع الحاسوب، ومن ثم سوف تقوم بحل جميع الرموز
ويعني حتى ولو كان MDM، حتى ولو كان الباسورد إلى آخره، ويمكنك الاستمتاع بهاتفك الخلوي أو هاتفك الذكي. سوف تجدون الرابط في الديسكريبشن وأيضا في أول تعليق، وأدخلوا أيضا إلى قناة تيونز كيت لمعرفة المزيد والمزيد من الميزات الرائعة في هذا البرنامج الرائع. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. لا تبخلوا علينا بمشاركة الفيديو والضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس والضغط على زر لايك. دمتم سالمين ومع السلامة.